مو باقي الشاس يلا. إذن مشاهدينا الكرام نستمر وإياكم في تغطية المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني التي ما زال الجيش الوطني فيها يطارد فلول الانقلاب في منطقة المهاجمة وإلى بالاتجاه إلى سوق الثلوث وإلى خط العقبة. نلتقي في هذا المكان وفي منطقة المهاجمة القائم بأعمال المنطقة السادسة العميد الركن منصور ثوابه يحدثنا حول هذه الانتصارات واستمرار مطاردة الميليشيا. طبعا احنا مستمرين بالزحف تنظيف ما بتبقى من مديرية خب الشعف لان احنا في بير المهاشمة متجهين الى سوق الثلوث والعقبة ان شاء الله. مستمر الزحف الان احنا نطاردهم، كانوا مجموعة الان لا زالوا انتوا جيتونا واحنا نطاردهم، الان خرجوا من هذه البيوت وكنا نطاردهم على اساس اذا هم بيسلموا انفسهم، فلقيناكم هنا نحمل لكم هذا التصريح ولا لازلنا في مستمرين في المطاردة بعدهم. ما هي المناطق التي تم تحريرها قبل هذه المنطقة خلال المعركة التي والعملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين؟ معارك مناطق عدة، منها اليتمة وما جاور اليتمة المركز الرئيسي للمديرية والجبال هذه المطلة على دير المهاشمة، هذه المهمة الأولى، وبعدين المهمة الثانية طهرنا هذا المكان وحررناه والآن متجهين إلى ما بعدها. خسائر الميليشيات الانقلابية من قتلى وجرحى وأسرى وأيضا الغنائم لو تحدثنا عنها خلال هذه المعركة التي دارت في يومنا هذا وما قبل هذا اليوم. حقيقة انهيار تام، يعني عندهم انهيار تام، في أسرى أكثر من 50 إلى 55 أسير وأسلحة كثيرة ومخازن كثيرة منها دبابات وأطقم مسلحة وذخائر كثيرة، يعني في انهيار كبير جدا يعني. شكرا لك سعادة العميد. نستمر في التغطية مشاهدي الكرام مع أحد أبناء هذه المنطقة يحدثنا حول هذه المعارك الدائرة ووصولهم إلى مناطقهم. نحن في من أبناء هذه المنطقة، منطقة المهاشمة، لنا 3 سنوات هدموا منازلنا وطردونا من بيوتنا، واليوم يعود الحق إلى محله والحمد لله على عودة الحق والحمد لله. الله أكبر ولله الحمد. مشاهدينا الكرام نستمر وإياكم في تغطية المعارك الدائرة في منطقة المهاشمة بعد أن حرر الجيش الوطني أولى قرى منطقة المهاشمة بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية التي فرت من هذا المكان وولت هاربة. نلتقي مع الناطق الرسمي العقيد عبد الله الأشرف الذي كان متواجد مع الجيش الوطني أثناء تواجده في هذه المنطقة وتحريرها لهذه المنطقة، يحدثنا أكثر حول هذا الزحف وهذه الانتصارات التي حصلت في هذه اللحظات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تحرير منطقة بير المهاشمة الآن يتم الزحف على هذا الجبل وتم تحرير آخر جيوب الميليشيات في بير المهاشمة، جبل المضباع، والآن يفر ما يقارب 40 من الميليشيات كانوا يتمترسون في هذا الجبل عبر هذا الرمال، وسيتم ملاحقتهم وأعلنوا شهادة الاستسلام، وسنزحف على عقبة الجوف بإذن الله عز وجل وتطهير مديرية خب الشعب ومنها إلى كهوف مران وصعدة بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، نحن دخلنا إلى هذه المنطقة وتم فرار الحوثيين، تم تطهيرها بفضلها عز وجل من الميليشيات الإنقلابية، وهم الآن محاصرين ومطاردين في هذه الشعاب، وإن شاء الله لم يبقى بيننا وبين وصلنا بإذن الله عز وجل وإلى العقبة بفضل الله عز وجل، وسيتم تطهيرها من كل حوثي بفضل الله سبحانه وتعالى. وشكرا لقناة يمن شباب. إذن كما تشاهدون مشاهدي الكرام هذه هي البهجة والفرحة لدى أبطال الجيش الوطني أثناء دخولهم إلى منطقة المهاجمة وإلى بير المهاجمة بعد أن حرر الجيش الوطني وولت الميليشيات هاربة. هناك قتلى وجرحى من الميليشيات الإنقلابية، هناك فرار جماعي للميليشيات الإنقلابية من هذه نستمر معكم في التغطية، فكونوا معنا. ندخل منطقة المهاشمة والحمد لله نصر والله الحمد والشكر. الحمد لله لقد تمت انتصارات عظيمة اليوم، لقد دخلنا إلى المهاشمة وحررنا المهاشمة بالكامل ومتجهين إن شاء الله إلى عقبة الحزم اللي هي عقبة الجوف إن شاء الله بإذن الله تعالى، وعاد نرجع الجوف
الا مع العقبه ان شاء الله، احنا وحمراء العيون والابطال. الله اكبر نستمر بعدهم ان شاء الله الى اوكارهم في صعده وفي صنعاء وفي كل مكان، ونحرر الشعب اليمني من هذا الشر. الله اكبر. ذا كلها غنايم؟ ما شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، ما زال الجيش الوطني يطارد فلول الميليشيا الإنقلابية فيما تبقى من مديرية خب والشعف ومنطقة المهاشمة. الجيش الوطني ما زال مستمر في مطاردة الميليشيا في الخط الدولي وباتجاه منطقة سوق الثلوث وما تبقى من أوكار الميليشيا في منطقة خب والشعف. هناك قتلى وجرحى من الميليشيات الإنقلابية، هناك غنائم حصل عليها الجيش الوطني وسيطر عليها بعد أن فرت الميليشيا هاربة وتركتها خلفها من منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف. ماجد عياش لقناة يمن شباب، محافظة الجوف.